السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نحصر الضغطات بتاعة التكييف. أول حاجة أعملها هاجي أنا بسكادول وأقول له نيو سكادول وأقول له أنا عايز ضغطات، أختار ضغط وأتأكد إن أنا مختار سكادول أول واحدة ومختار الفيس نيو كونستراكشن وأقول له أوكي. طيب أنا محتاج إيه؟ أول حاجة محتاجها السايز، محتاج التايب، محتاج سيستم تايب، سيستم نيم، سيستم كلاسيفيكيشن، في اوفر اول. انا مش عايز الاوفر اول، انا عايز الريكتانجل ده الويتس اهوت والهاي. الكاونت تمام، خلي بالنا ان احنا نعلم على انكلود اليمنت اللينك بحيث لو في اي حاجه في اللينكات تيجي معانا، برضه يعني المشروع كبير ومتقسم وفي لينكات فيجوا معانا في الحصر. اللين سوت، طيب اقول له اوكي. طيب هتفرق معاك سيستم سبلاي من السيستم ريتيرن في الحصر ولا لا؟ ممكن تكون انت مثلا ده عايز تحصره ماتيريال معين او ده ماتيريال معين. ده السايز بتاعي اهو مكتوب اهوت. طيب السايز ده ممكن يغنينا عن الويتس والهاي، فاعمل لهم ديليت. طيب الفاميلي ده الريكتانجل دوت، ممكن تحصر الريكتانجل لوحده والريديوس لوحده، يعني الفرق ده لوحده ده لوحده. طيب الفاميلي اند تايب اهوت. الفري سايز ممكن برضو ده يغني عن دوت. اللينس هنحتاجه دلوقتي. طيب انا عايز دلوقتي اقول له فلتر، لو انت عايز تعمل جدول لدوت وده جدول ده، يعني تقول له مثلا بالسيستم نيم، تقول له مثلا الجدول ده هيبقى خاص مثلا بديت تمام، او تقول له مثلا بالسيستم كلاسيفيكيشن، تروح قايل له انا عايز الاكسوست اير لوحده او عايز الريتيرن لوحده، فكده هيجيب لك كل بس الخاص بالريتيرن تمام. او ممكن ما تعملش فلتر دوت وتيجي هنا وتروح مقسمه، تقول له انا عايز هنا للسيستم كلاسيفيكيشن، المهم تلغيه، فيجيب لك الاكسوست لوحده والريتيرن لوحده والسبلاي لوحده واللي لسه مش معروف هو ايه لوحده تمام. طيب السايز اختفى، اختفى ليه؟ لان انا عندي مقاسات مختلفه تمام، فهو مش عارف يكتب الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعه، فانا هاجي هنا واقول له اللي بعد كده خليها بالسايز. طب تعالى نشوفها كده تبقى عامله ازاي، او كل مقاس لوحده. طيب انا عايز اخلي فيه فاصل بين ده ودوت، فهقول له هنا اعمل لي فاصل ووتر وبلانك، يبقى هيخلص الاكسوست وبعد كده يدخل في الريتيرن وبعد كده يدخل في السبلاي وبعد كده الحاجات اللي مش معروفه. طيب هنا مش كاتب لي اللينس، ليه؟ لان انا عندي هنا 11 قطعه مقاسات مختلفه مش عارف يكتب ايه، هنا قطعه واحده فكتبها. طيب اخليه بقى يعمل ازاي يجمع، اقول له تعالى عند اللينس واعمل لي كالكوليت توتال اوكي، فهو هيجمع لي المقاسات وهيجمع لي هنا وهكذا. فانت كده معاك المقاسات كلها، تقدر تبعت اوردر تقول انا عايز قطعه 300 300 بالطول بتاعها بقى قد كده، يعني عندك المعلومات الكامله اللي ممكن تحتاجها تمام. وزائد ان انت لو عايز بقى كل قطعه بدقه والحاجات دي كلها، فانت ممكن تتعلم على الشغل بتاعك وتخليه فابريكيشن زي ما هنشوف اهوت في السيستم. ممكن تبدا تتعلم على الشغل بتاعك وهتلاقي هنا في السيستم حاجة اسمها فابريكيشن بارت، فبيبدأ يقطع لك البارتات بحيث يبقى كل قطعة واخدة الحاجة بتاعتها. تيجي هنا من سيتنج وتقول له أنا عايز مثلا هشتغل بالمتريك، هتلاقي شرح تفصيلي في الموضوع دوت في قناة بما ريفيو. أو تقدر بقى تعمل سيلكت مثلا على الضغطات وتقول له ديزاين تو فابريكيشن، هو يبدأ يقسم لك الضغطات زي ما تستعمل، هتلاقي القطعة نفسها اختلفت والمعلومات اختلفت بتاعتها. ممكن تيجي هنا تقول له ايديت بارت، فتحدد أطول حاجة مثلا قد إيه، أطول حاجة مثلا 2 متر، فيبقى عارف إن هو يقطع لك القطعة دي أكتر حاجة هي 2 متر.